إخوان المغاربة، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ما تنعمل واحد النداء لواحد صديق عزيز. هادي من 1988 بعد من الزيارة ديال الأولى اللي جا فيها الأمير محمد قبل الوفاة ديال الوالد ديالو، كان جا الكاتن تاور نايت بريدج، كنا مشينا شناو، وحسن الديدار كان تكلم مع الامير الملك الحالي. سي حسن الديدار اخ من الضربده، ولد الضربده، اونسيان جيدوكا، اونسيان شامبيون دي ماروك، لعب الالعاب ديال ازمير ميديترانيان، داش دا ميدايا، داه دا ميدايا في المغرب، وزيد وزيد. حسن الديدار كان بليه بالموسيقى، وكان عمل واحد السهره كبيره في الملعب الشرف، الملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وخسر فيها الفلوس بزاف. ولكن تتعرفوا السيمي والشبكوني والبوليس تخلوا عباد الله يدخلوا بلا بي بلا والو، ودونك كيما يقولوا الجيت ما فيها فلوس، ما دخلش فلوس. ايوا من تما الى ديسيدي دو مو رجواندر. هي فاش جا عندي في 76، جا عندي في 76 في الصيف ديال 76 ديك الساعة. إيوا استقر هنايا وتبع الميوزيك وهذا، وعمل سهرة في توك أوف ذا تاون. توك أوف ذا تاون هذا واحد المسرح لازم فيه فرانك سيناترا، توني بانيت، وزيد وزيد في ليس سكوار. وحسن الديدار عمل سهرة تما، وحضروا فيها المخابرات المغربية، كانوا تما واجدين. ما عليناش، هذا هو حسن الديدار يا خوتي المغاربة، تقلب عليه. ها هو معايا أنايا باقي صغار، شتي شوف أخوكم بالشعر طويل. وحسن الديدار هو مول القميجة أون كولور، حسن الديدار ها هو، شتي التصويرة ديالو، ها هو عاوتاني معايا أنايا. هنا ما تيبانش، راني مع نكشتي باللحية ديالو، معنا شي يهود مغاربة من باريس. هادي في الفلاط ديالو في تشيلسي، هذا حسن الديدار اللي تعرفوا الله يرحم بها والديك، يتصلوا به ويقولوا يتصل باخته، لان اخته اللي بعد ما مات باه ما مشاش، مات مو ما مشاش، ودابا اخته كي سوكيب دو سي زافير، باغا اتصل معاه، لان السيده مريضه وفيها الكانسر وما عرفناش شكون السابق، ودابا بغاو يتصلوا به. انا خويا عيط لي اليوم من مراكش، قال لي ودي اللي كاين ولكن قلت له معليش، انا غنعمل نداء ونشوف اخوانا المغاربه اللي كاينين في نورث لندن، المغاربه ديال لندن والمغاربي ساكنين في نورث لندن، ولا بالاخص اليهود المغاربه في جراوتش اند، الناحيه اللي فيها اللي عندنا به. ايوا حسن مسكين راه مريض، فهمتي شكون اللي عالم؟ وماشي انا اللي قال لي اختي تقلب عليه، حتى ولدو اللي ولدو مع الاستراليا دابا تقريبا عنده شي 33 34 عام في عمره، و تيقلب عليه ويجي يشوف باه. ولدو راه في الاسترالي و تا هو مسكين تيقلب باش يشوف باه. هاد النداء دوك المغاربه ديال داون اوندا تاع استراليا، لكن تعرفوا هاد السميه إيديدار، شي استرالي بعد لو نو دو فامي إيديدار، قولوا ليه راه ودي راه حنايا اون ذا كيس، فهمتي؟ ما عليناش. دابا حسن إيديدار ماشي حسن إيديدار، لاباس عليه ولاباس عليه، ودابا راه ختو باغات تسلم ليه داكشي ديالو، لأن غادي تمشي وهي كتواكل ختو، كانت باقيه قاضي ختوك، كانت قاضي ولا محامي ما عليناش. وكانت حضرت معنا هنايا في داك الكونسير ديال توك اوف ذا تاون. خوتي المغاربه، للاسف اليوم حسن الديدار ما يستاهلش اش وقع عليه. سمعت بأنه تنعس في ليزيكليز هوملس، وما يحتاج يكون في كلاس سيتياسيون، لأنه لاباس عليه عباد الله، عنده رزقو عنده، فهمتي؟ حسن الديدار
مليونير ان ابسنتيا، حسن عنده الفلوس غير خصو يتصل، ولكن ما عرفش شنو وقع عليه، ما عرفناش شنو وقع عليه. المره الاخرى شفتو هي في الزياره ديال الملك اللي كان ولي العهد، فالكاتون تاور كان مشي يشوف الملك حتى يعرفو من المغرب. هادو شوفوا إخوان المغاربة، أنا مزوق فيكم دراري ديال لندن، ديال نورت لندن. تعرفوا حسن إيدي الدار قال لي كتعمل جديد شي ايام تما في شي كلوب تيتريني الدراري الصغار، وهادي ما شفتوش هادي. الا تعرفوا سيدي الله يرحم بيه، هو اللي اتصلوا بيا ولا اتصلوا به وقولوا لي راه اختو قربت تموت وبغيت تعطيه داكشي اللي كان موكل عليه ترجعوا ليه. وهو ده الاخوان، ها هو حسن ايدي، ها هو اللي تشوفوه مره اخرى، ها هو شتيه، ها هو مول القميجه المزرقه لابس السروال الابيض، ها هو معايا هادي في نايتس بريدج 1976، ها هو معايا هنايا، ها هو عاوتاني هنايا في الدار ديالو في الفلاط، ما نبينوش هاد السيده لان ما عندناش، ما خصناش نبينو لها زوجها. ها هو هنايا، ها هو معايا، انا حاط يدي على كتافو. شتيه اخوان المغاربه، انا مزاوق فيكم. ايوا هذا، مع السلامه.